اسعد الله اوقاتكم بكل خير، معكم المستكشف الرحاله عماد ابو صقر. وصلنا الى مكه المكرمه ولله الحمد. نحن الان في منطقه الحرم. كما تشاهدون يوجد هنا مجموعه من المعالم، من ضمنها برج الساعه الذي امامكم، وخلفه مباشره يوجد احياء مختلفه، وهنا يوجد الكعبه المشرفه مسجد الحرام. لفت انتباهي ايضا من ضمن احدى المعالم كما تشاهدون هنا مكتبه مكه. مكتبة مكة هذه المكتبة القديمة العريقة التي كانت وما زالت في هذا المكان. قبل سنوات، عدة سنوات، جئت إلى هنا وبنفس هذا المكان. يقال في التاريخ، طبعا هذه المكتبة 1370 كما تشاهدون، 1370 هجري. يقال في هذا المكان كان يوجد دار الندوة. دار الندوة قريش الذين كانوا يعني يتآمرون في نفس هذا المكان الذي أمامكم، وبنفس تحديدا في هذه المنطقة دار الندوة كانوا يتآمرون على الرسول صلى الله عليه وسلم أيام ما كان يعني ينشر الرسالة الربانية. طبعا كان هنا مي زمزم في هذا المكان، لكن غير موجود الآن. أستغرب. وهنا يوجد مجموعة من المعالم، وهذا قصر الملك فهد الله يرحمه ويحسن إليه. وهذا كما تشاهدون المسجد النبوي، الحرم النبوي الشريف. مع تحيات عماد أبو صقر، مكة المكرمة. طبعا هنا منطقة غزة، منطقة تسمى منطقة غزة في هذا المكان القديم. دمتم في رعاية الله.